طيب سيد عبد الرزاق عوض، بعض الأنباء تتحدث عن انتشار أو على الأقل هذه الشواهد بعض من أعراض مرض الكوليرا ضمن بعض من الناجين، أين أنت من هذه المعلومات؟ في الحقيقة يعني الكوليرا كانت منتشرة للأسف ضمن يعني في مناطقنا قبل الزلزال، متوقع طبعا خلال هذه الفترة أي حالات رسمية، إلى الآن لم تعرب يعني مديرية الصحة عن أي حالات رسمية نتيجة الزلزال، لكن هناك توقع نتيجة الدمار الذي حصل في شبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي أن يكون هناك انتشار لمرض الكوليرا، لكن حتى هذه اللحظة لم تسجل أي حالات ولم تعلن مديرية الصحة عن أي حالات متصلة بالزلزال. طيب سيد عبد الرزاق، كل الأنباء تتحدث أنكم توقفتم عن عمليات الإنقاذ وبدأتم في إزالة الأنقاض، ما الذي دفعكم باكرا إلى هذه المحاولة؟ في الحقيقة يعني نحن اليوم كما تعلم أن يعني كان وقع الزلزال في تركيا أكبر من حيث عدد الولايات المتأثرة، عدد الضحايا، عدد المباني المدمرة. في سوريا كان يعني العدد أقل بفضل الله، وفي الحقيقة هناك عامل مهم آخر وهو خبرة فرق الدفاع المدني التي يعني على مدار 10 سنوات كانت لديها الخبرة في رفع الأنقاض، وهذا ما أسهم بسرعة انتشال من هم أحياء تحت الأنقاض وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، فهذا أسهم بشكل كبير في سرعة في الاستجابة عند عناصر الدفاع المدني في انتشال الضحايا في إنقاذ الذين هم كانوا على قيد الحياة، وهذا ما يعني سرع وتيرة هذه العملية. طيب ماذا عن طبيعة المباني في الشمال شمال غرب سوريا؟ في الحقيقة يعني المباني التي دمرت يعني كل المباني هي يعني بالأصل نحن نعاني من خلينا نقول ضعف في البنية التحتية نتيجة يعني الحرب على مدار 10 سنوات أسهمت كثيرا في ضرب هذه المباني وتصدعها، لكن وهذا ما أسهم بصراحة في يعني توزع أعداد الضحايا بين مناطق رئيسية 4 وهي جنديرس، حارم، الأتارب، وهي من المناطق التي عانت ما عانت خلال فترة 10 سنوات هذه. لكن في عموم المناطق الثانية والتي تعرضت لشدة زلزال يعني على نفس الوتيرة يمكننا القول أن المباني كانت يعني أفضل من غير مناطق.